مشاهدينا من العراق إلى لبنان، وفي سلسلة تقاريرنا نتابع الليلة قصة سائق التاكسي الذي يشرف على 70 من عمره، يجد نفسه مضطرا بشكل يومي للوقوف ساعات طويلة أمام محطة الوقود لتأمين معيشته. مشاهدينا، في لبنان لا يشح الوقود فقط، إنما الضرورات والحقوق الأخرى كضمان الشيخوخة. الوقوف في الطوابير أمام محطات المحروقات أصبح طقسا لبنانيا لا تشرق شمس من دونه. هنا يقضي محمد السراج سائق التاكسي ردحا من الوقت لملء خزانه بالوقود والانطلاق في البحث عن رزقه. عايشين عيشة بهدلة، بنزين ما في، مثل ما شايف انت هون نفس القصة، موقف بدور 5-6 ساعات 7 ساعات بالشمس عشان عبي بنزين. شوفرية تاكسي مع الترين تنك البنزين ب75,000، والفول داي طول النهار $100، صرنا عم ناخده شو عم ناخذ منه ب250,000 ولا شيء. محمد السراج أب لأربع بنات، يعمل يوميا أكثر من 12 ساعة، بدل أن يكون في هذه الأثناء متقاعدا يستمتع بالراحة التي يستحقها. بعز علي أنه أنا كرجل كبير بالعمر مفروض أن أقعد بيتي، تفوتني سن الشيخوخة، تعطيني حتى عيش، تزبط لي أموري، عيش أربع بنات اللي عندي، وما في شيء. بزي بخدع خاطري أنا قاعد طلع بنفسي هيك بقول أني عمري 67 سنة بعدني عم بشتغل، بعدني عم بشتغل 10-12 ساعة 15 ساعة بس حتى طلع قوت معيشتي. هذا لا يجوز، الفساد هيك بالبلد. قد ما حكينا كرؤساء نواب وزراء وهذا كلهم ما فارق معهم، ما حدا فارق معهم. مثل ما قال فخامة الرئيس أنه عجهنم، لا مش عجهنم، نحن عفوا منك أنت، أنتوا عجهنم، سيادوا العالم، شوف العالم شو عم بيصير فيها. أضبط الفساد والمفسدين لسان محمد السراج كي تحل الأزمات المتراكمة، وبينها أزمة المحروقات، المادة الحيوية التي يحرم اللبنانيون منها بسبب التهريب المنظم والفردي إلى سوريا، وبسبب التخزين والاحتكار من جانب التجار وأصحاب المحطات، أملاً برفع الدعم عنها وانفلات أسعارها ومن ثم جني الأرباح الطائلة.